هذه وقفه احتجاجيه، جينا اليوم باش نعبروا على الضرر اللي لحقنا، مع ان الصغير والكبير ولا كيعرف الضرر ديالنا، واي واحد تلاقى معاه يقدر يعاود لك على الضرر ديالنا. ولكن هذا الشيء خلانا باش نجيو نعبروا على صوتنا كامل بان راه ما دار حتى شي حلول. وهذا عام دابا اليوم هذه المناسبه بذكر بمناسبه 16 مارس، يعني كملنا عام بالتمام والكمال، نهار جا القرار ديال التوقيع ديال القطاع ديالنا. الناس راه ما جات لا مواكبه لا دعم لا حتى شي حاجه، الناس راه ما عندها باش تاكل، الناس راه ما لاقي، راه لا اله الا الله، راه كاين القضايا ديال الطلاق، كاين القضايا ديال الافراغ، كاين بزاف، راه واحد المرض نفسي ولينا كنعيشوه بسبب هذا التوقيف هذا. ودابا كنشوفوا التناقضات، التجمعات، الاحزاب راه بدات كدير خدمتها، وحنا اعتبرونا، انا الميساج ديالي اعتبرونا بحال هذاك القاسم الانتخابي اللي درتوا عليه التجمع في البرلمان، وهذاك الانزال اللي درتوا ديال البرلمانيين لان المصلحه ديالكم تما، اعتبرونا بحالنا بحال القاسم الانتخابي، وديروا ذاك الحاله اللي درتوا علينا. دابا كنشوفوا حنايا الناس كيديروا الاحزاب كيديروا احتفالات بهذا المفهوم ديال الحفل، وانت كتخرج وكتقول لنا ممنوع الحفل. حنا ما كانوش هذا الكلام ديالي، جميع المسؤولين، جميع الوزراء، ما غاديش نتهموا غير واحد لانهم كاملين مسؤولين علينا، كاين لجنه القياده، كاين الحكومه كامله، جميع الاحزاب. هذا الشيء راه ماشي معقول باش غتخلاو علينا، وحنا راه الشعب، راه الشعب، الناس اللي هنا، الشعب اللي المقاولين اللي ما مشاوش كانوا كيوقفوا كيعتصموا كيطالبوا بالخدمه، ناس شمروا على دراعهم ومشاو كيقلبوا على طرف الخبز ديالهم بيديهم، ولكن باش نتخلاو عليهم اليوم ونلوحوهم بدون اي تعويض باي شي حاجه، راه ماشي معقول. ملي كنشوف مقارنه كتقول لنا اوروبا تي واقفه، اوروبا راه كيعوضوا الناس، حنا وقفتونا قلت لنا سيروا تموتوا، واش ما قدوكمش الناس اللي انتحروا، ما قدوكمش الناس اللي طلقوا، ما قدوكم الناس اللي مشاو للحبس، راه لا اله الا الله، راه هادشي بزاف. واش بغيتوا تكرهونا في بلادنا؟ راه ما نكرهوش بلادنا، كنموتوا على بلادنا وكنموتوا على الملك ديالنا، ولكن راه غنكرهوا المسؤولين بهادشي كامل. راه قول لنا كنكرهوا جميع المسؤولين من صغيرهم حتى لكبيرهم، ولكن راه بلادنا راه ما غاتكرهوناش فيها، والله ما غاتكرهونا فيها، لانك عندنا شعار واحد، الله الوطن الملك. ولكن المسؤولين وراه مازال غادي يدور هادشي، ومازال الحساب جاي، لان حنا ما بقينا عندنا الثقه في حتى شي واحد، وثقتنا دابا في جلاله الملك نصره الله، واللي كناجدوا من هذا المنبر باش يلقى لنا شي حل، لان ما بقى عندنا حتى ثقه في حتى شي واحد. بصفتي كنوب على ممول الحفلات ديال مدينه الدار البيضاء، اللي كناكد الفشل ديال هذه الحكومه، الفشل ديال هاد القرارات العشوائيه ديال هاد الحكومه، الفشل ديال هاد الناس اللي ما لقاوش واحد الحل لهاد الملف ديال ممول الحفلات والمناسبات. بدون استثناء تحيه خاصه للنقافات، الاوركسترات، الطائفه العيساويه، جميع المهن اللي كينضموا للمناسبات والحفلات، كنحييهم وكنقول لهم جوايو زانيفيرسير، عام زيرو درهم، عام دون عمل، عام دون قوت يومي الا بعد الله سبحانه وتعالى اللي ساندنا وقف معنا. هذا ميساج نطلب الله سبحانه وتعالى، ميساج لسيدنا الله ينصر لنا. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم.